وللمزيد حول إعلان اللجنة المشرفة على زيارة الأربعين إنجاز طريق يربط بين بغداد وكربلاء مرورا بجرف الصخر في وقت يهجر فيه عشرات الآلاف من أهالي القضاء، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الكاتب والباحث السياسي الدكتور عبد السلام ياسين السعدي. حياكم الله دكتور عبد السلام. أهلا وسهلا بك أخ عبد الرحمن، حياكم الله. حياكم الله دكتور. بداية، اللجنة المشرفة على إجراءات زيارة الأربعين تعلن كما تعلم إنجاز طريق جديد يربط بغداد بكربلاء مرورا بناحية جرف الصخر. السؤال هنا، لماذا هذا الطريق الجديد في هذه الناحية تحديدا؟ أخ عبد الرحمن، بعد أن كثر الحديث عن جرف الصخر وما يوجد فيها من ميليشيات تسيطر عليها منذ سنين، وكذلك الحديث عن وجود ترسانة أسلحة نقلتها إيران إلى هاي المنطقة، وكذلك الحديث عن وجود سجون سرية يقبع فيها أهل السنة، وحتى قيل أن هناك مزارع للمخدرات تم إنشائها في هذه المنطقة، أنشئ هذا الطريق اللي يمر بجزء من جرف الصخر وليس طريق يخترق المدينة. ومعرفة معالم المدينة وما تحتوي هذه المعالم ومن وجود، هذه من جهة، ومن جهة أخرى طبعا هو ترويج إعلامي لهذه الحكومة ولهذه الميليشيات أن المنطقة خالية من كل ما تم ادعاءه بوجوده، وخاصة بعد أن شفنا القوات الأمريكية قبل أيام طوقت المنطقة وانسحبت هذه القوات من المنطقة دون التماس مع الميليشيات الموجودة، أي جهة النبض. ولكن برأيك دكتور عبد السلام، أليس من الأولى أن تقوم الحكومة بإعادة تأهيل هذه الناحية وإزالة الألغام منها وإعادة أهاليها إليها؟ الأساس في الأساس يعني طبعا هي ماكو مخاطر أمنية من سكان المنطقة، بل هي مزاعم للأحزاب والميليشيات اللي تسيطر على المنطقة. ولو كانت هاي الأحزاب وميليشيات صادقة بالادعاء والمزاعم لسمحوا لسكان المنطقة بالعودة، ومسائلة ومسألة التدقيق الأمني للأهالي عملية سهلة يمكن السيطرة عليها من قبل الأجهزة الأمنية، لكنهم غير صادقين بهذا الأمر، وتوجد دوافع أخرى بعدم عودتهم وكشف ما موجود بالمنطقة. وراح تلاحظون أخ عبد الرحمن والمشاهدين سوف يرون استخدام الطريق أيام محدودة بس وبأعداد محدودة للمرور فيه بعد إخفاء مظاهر الوجود المسلح بالمنطقة، وليس مفتوح هذا الطريق على يعني طول الوقت. طيب برأيك كيف ستوفق الحكومة بين تلك المزاعم وبين ما يعني أقدمت عليه من فتح هذا، من إنجاز هذا الطريق؟ كيف ستوفق بين الادعاءات بأنها منطقة يعني غير آمنة لعودة النازحين وبين ما صرح به وزير الداخلية عن أن هذه المنطقة أكثر أمانا لمثل هذا الطريق؟ احنا تعودنا من هذه الحكومة والحكومات السابقة بعدم قول الحقيقة ومصارحة الشعب بما يجري، لأنها حكومات احتلال وحكومات تبعية للغير. فمن الطبيعي أن تبرر عدم عودة النازحين من أهل هذه المنطقة إلى مساكنهم. وكما يعني أشرت لوجود ميليشيات ومخازن أسلحة وأعتدة إيرانية. أما من ناحية تصريح وزير الداخلية فإن هذا الطريق هو أكثر أمنا فكلامه صحيح، لأن هذا الطريق تم تنظيفه من أي ألغام، وهو محمي من الجانبين من قبل الميليشيات الماسكة للأرض، وكما شاهدناه في لقطات على شاشتكم المحترمة. فترة محدودة وباسم الزيارات الدينية المحددة. طيب ما الحجة دكتور عبد السلام برأيك وبتوقعك، ما الحجة التي سيتم تسويقها الآن لمنع عودة النازحين بعد أن تم افتتاح هذا الطريق، ولو على يعني جانب يعني على ليس كامل منطقة جرف الصخر وإنما في جانب منها؟ نعم، بلا زحمة ما فهمت السؤال. طيب بالنسبة للحجة، ما هي الحجة التي تتوقع أن يتم سوقها الآن
من أجل منع عودة النازحين؟ الحجة أنه وجود إرهابيين ودواعش في المنطقة، ولكن هناك طريق، ولكن هناك طريق تم افتتاحه، فهذه الحجة تبدو واهية. اي نعم، هي الحجة واهنة هذه. فقلت لك هم اللي يطلعون أعذار، فهم يريدون مجرد أنه يمنعون الناس من العودة إلى مناطقهم، لأنه وجود فيها أوامر، فيها وجود أشياء مريبة، فما يريدون يفرطون بها. والأمر مو بيديهم، الأمر يجيهم من الخارج إذا سمحوا لسكان المنطقة بالعودة. ذكرت دكتور عبد السلام أن هناك يعني أهداف أخرى لربما من عدم عودة أو من منع عودة نازحي ناحية جرف الصخر، ما هذه الأسباب برأيك؟ استغلال عودة أهالي جرف الصخر لأهداف سياسية، وطبعا هذا القرار هو عدم إرجاعهم، هو إنساني مغلف بالسياسة، وتم تحويلها قضيتهم إلى شعارات ومزايدات انتخابية، وإلا المنطقة يمكن يعني هي قضيتها قضية قانونية وأمنية بامتياز وليس سياسية. لذا أدعو الأطراف السنية اللي تم إعطائها الوعود بعودة النازحين من أهل جرف الصخر أن يطرقوا أبواب مجلس الأمن وجذب قوات دولية لمعرفة وكشف ما يجري فيها، وتمهيدا لعودة أهلها وتشكيل قوة أمنية من أهالي المنطقة اللي تتحمل مسؤولية الدفاع عن المدينة وأهلها. فهذه الأهداف أهداف سياسية وأغراض انتخابية. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من بغداد الكاتب والباحث السياسي الدكتور عبد السلام ياسين السعدي، شكرا جزيلا لك.